واحدة بتقول أنا ابنتكم وعشور مرتبي 27.5 جنيه، يعني بتاخد 275 جنيه، وأنا أقوم بدفع العشور. وكما قلتم قداستكم أن الوصية من سألك فأعطيه، وفي الحقيقة أنا لو أعطيت كل السائلين سوف أدفع أكثر من نصف مرتبي، فما رأيكم؟ اللي ما تقدرش تديه ابعتيه لينا واحنا نديه، واسمك اللي تديه بطريق غير مباشر، لكن ربنا ما بيطلبكيش فوق ما تستطيعين. الله لا يطلبك فوق ما تستطيعين، على قد ما تقدرين.